بيشمركة المتواجدة في جنوبي غربي كركوك. وطلع وفد قائمة التآخي على الأوضاع في المنطقة وتعهد بتقديم الدعم الكامل لقطاعات قوات البيشمركة في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها في محاربة الإرهاب. قوات البيشمركة بدورها أكدت أنها ستعمل على حفظ أرواح وممتلكات أبناء كركوك دون تمييز. يشار خالد رافق الوفد وأطلعنا بالتفاصيل التالية. تتواصل زيارة الوفود إلى قطاعات قوات البيشمركة المتواجدة في جنوب غرب كركوك، حيث قام وفد قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك بزيارة قوات البيشمركة للاطلاع على الأوضاع في المنطقة وتقديم الدعم الكامل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذه القوات من الناحية الإدارية. واستمع الوفد الزائر من قادة البيشمركة الميدانيين شرحا مفصلا عن الوضع الحالي ومحاربتهم الإرهاب وحرص قوات البيشمركة لحفظ أرواح وممتلكات كركوك وأهلها دون تمييز. نطمئن الشعب الكركوكي والشارع الكركوكي بانه نحن ندعم هذه القوات البيشمركة ونساندهم، وهم ايضا سند لنا للحفاظ على امن كركوك. طلباتهم بتثبيت هذه المواقع وتخصيص ميزانيات كما خصصنا سابقا لحفر الخندق، ميزانيات اخرى لدعم هذه القوات المتواجدة هنا. انهارت الجيش العراقي مع الأسف أمام الإرهابيين. تم إحلال هذه المناطق من قبل قوات البيشمركة. الآن البيشمركة موجودين حول الكركوك ومشكلين حزام أمني حول الكركوك من أجل أن يبقى كركوك آمنة وسلامة مواطنيها. زيارتنا فقط لزيارة ودية أخوية لإخوان اللي جايين لهذه المناطق، وطبعا هم هذه المنطقة منطقتهم، وطبعا احنا ندعم هذه القوات، واحنا قدمنا شكرنا لتواجدهم هناك وبقاء كركوك آمنة من أيدي الإرهابيين. جئنا اليوم في زيارة ميدانية إلى قوات البيشمركة والتي تحافظ على حدود محافظة كركوك ضد الهجمات الإرهابية التي تحصل حاليا في الأطراف لكي يؤمن الأمان لمواطني محافظة كركوك. وكان زيارتنا أيام كمجلس محافظة كركوك لدعم هذا الجيش وأن نكون سندا لهم ونمدهم بكل ما يحتاجونه ولنتفقد الأحوال والأوضاع عن قرب كونهم جزء منا. من جانب آخر زار وفد قائمة التآخي شركة غاز الشمال للاطلاع عن كثب هذه المنشأة الحيوية، وثمن مدير شركة غاز الشمال دور قوات البيشمركة في حفظ استقرار وأمن المنطقة، مؤكدا بأن العمل في شركة غاز الشمال مستمرة لخدمة أهالي كركوك. المنشأة عاملة حال بقية المنشآت النفطية في المنطقة، هناك غير من المنشآت النفطية كلها عاملة والحمد لله، ويجب أن تبقى عاملة لأنها تقدم الخدمات للمواطنين. نحن قطاع التحويل، منتجاتنا منتجات حيوية لإنتاج الكهرباء والغاز السائل للمطابخ العراقية، لا يفترض بها أن تتوقف، يفترض أن تستمر بالعمل. دعما متواصلا لنشر قوات البيشمركة في كركوك، وهذه المرة قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك زارت المنطقة وطمأنت أهالي كركوك بالأمن والاستقرار. يشار خالد، فضائية كركوك. طلب رجال دين ومواطنون من قرية بشير التركمانية